السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حصة اليوم. اليوم إن شاء الله غنتعرفوا على كلمات تستعمل بكثرة في اللغة الفرنسية، فهذا الجزء الثاني. بالنسبة للجزء الأول سأترك لكم رابطه في صندوق الوصف، فهذه الكلمات ستساعدكم في إغناء رصيدكم اللغوي الفرنسي. فلنبدأ على بركة الله. الكلمة الأولى الأرض، بالنسبة للأرض هي la terre. La terre. La terre. سماء. Le ciel. Le ciel. Le ciel. الهواء. L'air. 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 طبيعة. La nature. La nature. La nature. الشمس. Le soleil. Le soleil. القمر. La lune. La lune. La lune. النجوم. Les étoiles. Les étoiles. Les étoiles. وبالنسبة للنجمة واحدة هي une étoile. دولة. Un pays. Un pays. فبالنسبة للبيي تنكتبوها بإس في آخر الكلمة ولكن ما كندقوهاش. Pays. مدينة. Une ville. Une ville. Ville. Une ville. شارع. La rue. La rue. La rue. رضيع. Un bébé. Un bébé. Un bébé. طفل. Un enfant. Un enfant. Enfant. Un enfant. شاب. Un jeune homme. Un jeune homme. Un jeune homme. Un jeune homme. رجل. Un homme. Un homme. امرأة. Une femme. Une femme. Une femme. كبير أو كبيرة. Grand. وكبيرة هي grande. كنضيف E في آخر الكلمة. Donc grand. Grande. صغير. Petit. صغيرة. Petite. Petit. Petite. Petit. بالنسبة للمذكر أو الماسكولين. و petite بأ بالنسبة للمؤنث أو الفيمينا. قصير. كور. فقصير هو كور. كنكتبوها بالتي في آخر الكلمة ولكن ما كنتقوهاش، كنقولو كور. دونك قصير. كور. وقصيرة. كوخت. كوخت. دونك هنا كنضيفو أ وكنتقو تي. كوخت. دونك قصير. كور. قصيرة. كوخت. طويل. لون. لون. فبالنسبة لون كنكتبوها بالجي في آخر الكلمة. لون. وطويلة هي لونغ. 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 واسع. فاست. 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 جميل. بو. بو. فانتبهوا للنطق بو. فبالنسبة لبو نكتبها ب أ أ أ ب أ أ أ بو. جميلة. بال. 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 لطيف. جونتي. جونتي. فبالنسبة لجونتي نكتبها بأل في آخر الكلمة ولكن لا ننطقها. لطيفة. جونتي. 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 فبالنسبة لجونتي نكتبها بدوزل جونتي. وفي.
فيدال فيدال فيدال. نظيف بروبر بروبر بروبر. اجتماعي سوسيابل سوسيابل سوسيابل. مؤدب بولي بولي بولي. هادئ كالم كالم كالم. انا موا موا. انت توا توا. انتم vous vous. نحن نو نو. مدرسة ابتدائية هي une école primaire une école primaire une école primaire. école هي مدرسة primaire ابتدائية. بالنسبة للمدرسة الإعدادية يعني اللي كتبع المدرسة الابتدائية تسمى une collège une collège une collège. والمدرسة الثانوية une lycée une lycée une lycée. جامعة une université une université. كلية une faculté une faculté. فالجامعة كيكونوا فيها مجموعة من الكليات une faculté. قسم une classe une classe une classe. أستاذ un professeur un professeur. مدير un directeur directeur. بالنسبة للمديرة une directrice une directrice une directrice. تلميذ un élève un élève un élève. طالب un étudiant un étudiant. فالتلميذ هو اللي كيقرا في المدرسة والطالب هو اللي كيقرا في الجامعة كيتسمى un étudiant. كرسي une chaise une chaise une chaise. طاولة une table une table une table. نظارات des lunettes des lunettes des lunettes. حاسوب un ordinateur un ordinateur un ordinateur. تلفاز une télévision une télévision. هاتف un téléphone. وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة. نتمنى درس اليوم تكونوا استفدتوا منه وتكونوا حفظتوا هذه 50 كلمة التي نستعملها بكثرة في اللغة الفرنسية. وكيف قلت في بداية الدرس فهذه الكلمات غيساعدكم في إغناء رصيدكم اللغوي الفرنسي. فما تنساوش تشاركوا الدرس مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة. ونتلقاو في الحصة المقبلة إن شاء الله.